أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى الاستئناس الذي قبل السلام، وهل يأثم من لم يرد السلام؟ هذا يأتي إن شاء الله عند الاستئذان، عند الاستئذان إن شاء الله. نعم. يقول: سلمك الله، وهل يأثم من لم يرد السلام؟ نعم، رد السلام واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيأثم إذا ترك رد السلام. نعم.